أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يسوى الطقس الصافي 21 درجة مئوية، الملموسة 20، أما الرطوبة 47%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. إربد 24 إلى 14 مع الطقس الصافي، المفرق 27 إلى 14، جرش 25 إلى 13، أما عجلون 22 إلى 12. المنطقة الوسطى البلقاء 26 إلى 15، مأدبة 28 إلى 14، عمان 26 إلى 16، الزرقاء 28 إلى 15، أما البحر الميت 33 إلى 20. المنطقة الجنوبية العقبة 29 إلى 20، معان 24 إلى 12، الشوبك 19 إلى 12، أما الطفيلة 21 إلى 12، والكرك 20 إلى 11. المنطقة الشرقية الأزرق طقس صافي 31 إلى 16، الصفاوي 30 إلى 16، أما الرويشة 29 إلى 16. إلى اللقاء.